تفسير المصحف الكريم مع المرحوم الشيخ العلامة المكي الناصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى ولأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله
الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوا مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، في حصة هذا اليوم هو الربع الأول من الحزب 48. لا تزال الآيات البينات تحكي في مطلع هذا الربع ذيول قصة موسى وفرعون، وتصف الدور الإيماني الكبير الذي اطلع به مؤمن آل فرعون بعدما كان يكتم إيمانه بموسى ورسالته، فانتقل تدريجياً من مرحلة الكتمان إلى مرحلة الجهر بالإيمان، وأخذ يوجه النقد اللاذع لما عليه فرعون وقومه من معتقدات باطلة لا علاقة لها بالحق والصدق، لا من قريب ولا من بعيد، مبينا لهم أن ما يدعونه ويعبدونه من دون الله لا يضر ولا ينفع، وأن التعلق بغير الله محض ضلال وخبال. وذلك قوله تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون بعدما جهر بإيمانه: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ثم يشير كتاب الله إلى العناية الإلهية التي عصمت مؤمن آل فرعون من أذى فرعون ومكره بعدما جاهر بإيمانه، كما عصمت موسى من قبله فلم تمتد إليه يد فرعون بالقتل والتعذيب، بينما تعرض فرعون ورجاله لعقاب الله وعذابه، فكانوا مضرب الأمثال لمن بعدهم من أهل الكبر والجبروت. وذلك قوله تعالى عن مؤمن فرعون أولا: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعن آل فرعون ثانيا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يستفاد منه أمران: الأمر الأول أن فرعون وآله ممن كذبوا موسى ولم يؤمنوا برسالته يعذبون باستمرار عقابا لهم من الله، فأرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء منذ عاقبهم الله بالغرق
إلى أن تقوم الساعة يعرضون عليها غدوا وعشيا. الأمر الثاني أنه إذا قامت القيامة ووقع النشر والحشر والحساب، فإن الحق سبحانه وتعالى يأمر خزنة جهنم بأن يدخلوا فرعون وآله أشد العذاب بألم وأعظمه نكالا جزاء وفاقا. قال ابن كثير في تفسيره: وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، وهي قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم بين ابن كثير أن هذه الآية إنما دلت على عرض الأرواح على النار غدوا وعشيا في البرزخ، وأنه ليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور، إذ قد يكون ذلك مختصا بالروح. فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ وتألمه بسببه فلم تدل عليه إلا السنة النبوية في الأحاديث المرضية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر. ويعقب كتاب الله على ما يتعرض له الأنبياء والرسل ومن آمن بهم في سبيل إيمانهم من المحن والمتاعب، مبينا ما ينالهم في النهاية بعد الثبات والصبر من الفوز المبين والنصر المكين، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى في صيغة من التأكيد لا تأكيد فقهاء: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويصف كتاب الله بمناسبة ذكره لقصة موسى وفرعون ما يكون عليه يوم القيامة حال الأقوياء الضالين المضلين، وحال الضعفاء من أتباعهم المستضعفين، حيث يحتج الأتباع على المتبوعين والمرؤوسون على الرؤساء طالبين منهم أن يتحملوا عنهم بعض أثقالهم وأن يقوموا مقامهم في أخذ نصيبهم بدلا عنهم من العقاب والعذاب، إذ أنهم إنما ذهبوا ضحية تضليلهم وفريسة إغوائهم، لكن كبراءهم الذين استكبروا عن قبول دعوة الحق يجيبونهم صاغرين محزونين معتذرين لهم بأنهم أيضا هم أيضا لهم نصيبهم من النار، بل إن نصيبهم من العذاب أكبر وأشد على قدر ضلالهم في نفوسهم وإضلالهم لغيرهم، إذ كانوا قدوة سيئة، فالمرء في ميزانه أتباعه، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: وإذ يتحاجون في النار، وإذ يتحاجون في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. ثم تنتقل الآيات الكريمة
للحديث عن بعض المفارقات التي تبرز بين صفوف المعذبين في النار. فها هم أولئك الذين كانوا طيلة حياتهم يسخرون من الإيمان والمؤمنين، ويستهزئون بالرسالة والرسل، ويكفرون بالله أو يشركون به غيره، يعودون في دار العذاب إلى صوابهم، ويدركون ما هم عليه من ضعف الهوان، لكن بعد فوات الأوان، ويمدون يد الضراعة إلى خزنة جهنم أنفسهم طالبين منهم صالح الدعاء: عسى أن يخفف الله عنهم العذاب ولو يوما واحدا. إلا أن خزنة جهنم يوجهون إليهم بدورهم سؤال استفسار واستنكار في وقت واحد، إذ يسألونهم عن الرسل: هل جاءوهم بالبينات؟ هل بلغوهم الرسالة أم لا؟ فلا يسع ضيوف جهنم أي إنكار أو استنكار، بل يعترفون بأن الرسل قد بلغوا رسالاتهم عن الله كاملة غير منقوصة. وحينئذ يأمر خزنة جهنم أولئك المعذبين أن يتولوا الدعاء لأنفسهم بأنفسهم، ويرفضون الدعاء لهم، إذ لا يستطيعون التدخل في شأنهم والشفاعة فيهم لتخفيف العذاب، وهم يعرفون مسبقا أن دعاء الكافرين الذين لم يتوبوا من كفرهم وهم في حياتهم لا يقبل ولا يستجاب. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا فادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وتناولت آيات هذا الربع بالإشارة قصة موسى وبني إسرائيل، وعرضت دعوة التوحيد بدلائلها الكونية وبراهينها الفطرية البارزة في خلق الأرض والسماء وخلق الإنسان. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، لا إله إلا هو، فأنى توفكون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من طيبات، ذلكم الله ربكم. فتبارك الله رب العالمين، هو الحي، لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين.